إشعال للإطارات، رشق للعبوات الزجاجية، وأطلاق للمفرقعات النارية. هكذا انطلقت الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها جمعية صرخة المودعين. ومن أمام مصرف لبنان رفعت اللافتات وعلت الأصوات رفضاً لتعاميم مصرف لبنان الظالمة للمودعين وللمطالبة باسترداد الودائع. نحن جميعا حاطين مصرياتنا، وبنفس الوقت عم نشوف مصرياتنا عم تنسلب قدام عيننا، عم تنسلب قدام عيننا. طريقة الهروب للأمام واستعمال الاحتياط اللي هو مصريات المودعين ما هتأدي غير لكارثة، وكارثة كبيرة، كارثة مدمرة عليهم وعلى رؤوسهم بالأول. لم تحرك الدولة ساكنا، فتحرك المودعون باتجاه فروع المصارف في شارع الحمراء ليرفعوا الصوت من جديد. فألقوا الحجارة وضربوا أبوابا مصفحة وضعتها المصارف لحماية واجهاتها عقب الأزمة الاقتصادية. ولكن احنا صاحبين القضية. بعتولنا صرخة من خلال وسائل الإعلام، ما نشطبكم ودايعكم، جايين نقول لهم أهلا وسهلا فيكم بلبنان، بس تشطيب ودايع فشر، في حلول، ما تقولوا لنا ما في حلول. نحن اليوم جايين أمام مصرف لبنان لنسجل موقف، جايين نبلغ حاكم المغارة ليوقف التعاميم العشوائية، التعاميم الشيطانية، التعاميم وهندساته الشيطانية التي ذوبت فلوس المودعين. لا يكاد يمضي أسبوع في لبنان من دون تحرك للمودعين، بتحرك فردي لتحصيل وديعة أو بتحركات منظمة من الجمعيات، لكن كل الصرخات حتى اللحظة لم تجعل الدولة تتحرك لإيجاد حل يعيد إلى الشعب اللبناني ودائعه. تحرك جديد للمودعين بدأ من أمام مصرف لبنان وتنقل بين فروع المصارف للمطالبة بالحقوق. تحذيرات بالتصعيد والدولة غائبة كودائع المتظاهرين. حسان الرفاعي، بيروت، الميادين.